Good morning, KG1. هناخد مع بعض النهارده English. احنا عارفين English بنكتبه من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. هناخد النهارده letter D. الليتر بتاعنا اسمه ايه؟ letter M. اسمه ايه الليتر بتاعنا؟ M. تيجوا نشوفه عامل ازاي؟ بصوا كده. M capital. M small. فين؟ M capital. M small. يلا نشوف الساوند بتاعه. ساوند ليتر M. ما ما. تاني نشوف الساوند. ساوند ليتر M. ما ما. طيب تيجوا نشوف الكلمات او الوردز بتاعتنا عشان احنا في الانجليش كلمات. اول وورد عندنا موست. M most. M milk. M milk. M monkey. M monkey. Thing. M most. M milk. M monkey. طب نشوفوا بقى لتر M كتب ازاي؟ احنا كاتبينه هنا كاتبه ازاي؟ تعالوا نشوفه تاني مع بعض. بمسك القلم واجي اصغر اللي تحت واطلع بعصايه وانزل بالعصايه دي ثمانيه حلو، ومن نفس المكان ده اطلع تاني لفوق واعمل كمان ثمانيه. اسمه ايه يا ولاد؟ ام 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 كابيتال. ام كابيتال. يلا نشوف مره كمان مع بعض. عصايه ثمانيه، عصايه ثمانيه. برافو عليك. يلا بقى نعمل الليتر ام سمول. بعمل واحد كده واطلع منه واعمل نص دايره مقلوبه وكمان نص دايره مقلوبه. الله، بصوا الام بتاعتنا جميله ازاي. يلا نعملها تاني مع بعض. عصايه انا واحد واطلع منها واعمل نص دايره مفتوحه تحت واعمل نص دايره كمان. كله بيبقى عباره بالسطر. الام سمول بين السطرين، الام سمول بين السطرين. طب والام كابيتال؟ من السطر اللي تحت لغايه فوق السطرين. يلا نرجع مع بعض الوردز بتاعتنا.